يقوم اتنين يمثلوا المثل اللي انا هقوله لهم والمفروض الفريق بتاعهم يعرفه. ايه الجمال ده يا بسيم؟ تمام. يا ليتك كل يوم قائد واحنا ما نداومش. يا ليتك تقول ايه يا دروس؟ قال لك واحد يخرج. ايه؟ واحد يخرج. نطلع واحد من الفريق؟ ايوه. خليهم عادي ياخدوا على جنب كده اقول واحد. طب ماشي نطلعه بره. اطلع بره سمير. حاضر يا انكل بسيم. لا استنى خليش انت عارفه للاسف. خليك انت. خليك انت. اطلع انت بره دلوقتي في المثل. هو سمير عارفه برضه. لا. لا وهيشرحوه لغزي. احنا هنشرحه لغزي. بصوا يا جماعه. المثل اللي هتشرحوه لغزي. المثل بيقول القرد في عون امه غزال. يا جت فين؟ هتمثلوه. اطلع احمد سمير للاسف. عشان انت كنت هتقوله. القرد ايه؟ اطلع احمد سمير. طب خلاص انت طمن. الفلاح ايه؟ انت طمن. القرد في عون امه. الفلاح طمن. لا قوم بيه. مثل المثل لغزي. هو المفروض يعرف. كلنا ولا واحد؟ انتوا الاثنين. احنا الاثنين. انت ام القرد وانا القرد. اي المكان بقى شويه مثلوه. يلا ابو مجالكم قوموا. تعالى ادخل استاذ محمد غزي. سعيد وبعده. انت والله اتفضل يا غزي. تعالى نقوم. ما كنا فريق البطاطا. بص بص مثله هنا. شيلوا الترابيزه بس كده ليه؟ جنب كده. ليه ما ناخد مساحتنا؟ براحتك. وهو يقف جنبك. يقف جنب هنا كده وهيشوف. هنا؟ فريق البطاطا الثلاث. اميرة. والله البرنامج ده خرجنا بكمية وثائقية. معلش. القناة الطبيعية المرتبطة بالمينا. في قرود في برنامج. تعالى يا غزي يا غزي يا غزازي. هو ما حدش يخرج غزي يا جماعة. هتلاقي طلع اجتماع. غزغيز الدنيا. غزغيز الدنيا منور حتة. تعالى جنبي. تعالى جنبي. وغزي هنا جنبي. ما تيجي جنبي. هنا جنبي. نبدأ. بسم الله. مثل. أنا قلت لهم مثل المفروض هم من تمثيلهم تعرفوا في خلال 30 ثانية. واضح. 5 4 3 2 اكسيون. القرد لابس نظاره. لا امال ايه؟ من غير كلام. القرد الصغير لا يتكلم. تفاعل مع صديقك. اقف شال الكاميرا. اقف شال الكاميرا. دقيقه يا عم سيبني في حالي. القرد القرد انت رايح فين؟ رايح فين؟ فاهم فين؟ ابعد عشان لا يشملك العرض. عشان لا يشملك العرض ابعد يا جماعه. بس في مانا في حمايتك. شويه من هنا. ابعد بالله. دقيقه بالله. تعالى زكريا. تعالى حبيبي. انا دارني امك. تعالى اسمع كلام امك. استنى بس. تعالى اسمع كلام. انا داري ان امك. استنى بس. خلص بيقول لك يلا. القرد. انت عملت ايه؟ انت عارف انت بتنفض المسألة. بس انا ما اعرفش. والله ما اعرفش. والله يا عم والله. والله انتهى الوقت صح؟ تعال انت بتخلينا جرد. انت بتخلينا جرد. تعال بالله. بالله ما يعرف. بالله ما يعرف. حل عليه. حل عليه. بالله حل عليه يا جماعه. في مش عارف في ورقه وانا طلبته مفكه. ايه يا استاذ هاني؟ تعالى انا عملت دور قرد يا ابني. بالله ما يعرف. لا استغفر. والله ما اعرفش. والله بالله يا ابراهيم. يلا ابراهيم. بالله يلا ابراهيم. يلا بسرعه بجد ابراهيم. عملت قرد وعيل صغير. ودي ايه؟ بالله العظيم ما يعرف. قول بقى. يلا مثل مع زميلك. فين انت هتتكلم؟ القرد. راح دقيقه ونص يا حبيب. لابس نظاره. يا رزاق. والله عارف يا جماعه. يا ابراهيم. يا ابراهيم تفاعل. طب كمل بجد. يلا. لا لا مش عايز امثل مع جماعه. ده ديستورشن كده. يلا القرد. لا لا والله مو القرد. تصدق هذا خير. ده خد الخيل. هذا صوت خيل. ابعد ابعد ابعد. هذا صوت خيل. ابعد. ايش علاقتي؟ اضرب يا ابراهيم. فاهم غزي. احنا خسرنا. احنا خسرنا. مثل ايه؟ مثل مثل مثل. مثل كده. فاهم فاهم غزي. فاهم يا حبيبي. والله انا كده. لا 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 اديك شيء. القرد في الصغر كان نقش الحجر. لا كده غزي فاهم كده. هو ده. خلاص يا بيه ثانيه واحده يا جماعه. انا علي بيكلمني بقى نص ساعه بالله ما سامعه. اجيب هاني. اجيب ابراهيم هنا وهاني هنا. يا علي يا استاذ هاني هنا. لا 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 هخسر مرتين والله. لا لا حداهم انا هنا. حداهم هنا. ما بقى يا جماعه. ما تمثل. بيقول لك روح مثلا. لا خلاص قول له روح. قول له روح. قال لك الله يا واد. انا اشتري له فسيخ مدى الحياه لو مو فاهمه. مدى الحياه على حساب الفسيخ. طبعا انت بوظت المثل. لا 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 يا غزي بيقول القرد في عين امه غزال. لا كذاب. الحوت في عين امه زرافه. طب فين امه؟ في لندن. لسه الحين جاب لنا فيزا. قال لك صحيح. انت غزال. لو كان كمل معايا كنت عملت الغزال. لا خلاص انا عملت الغزال. انت عايز تكمل.
هو عشان انت اللي تقول المثل. اه انت اخرج بره بس ما يعرفش امثال. اه تعال يا ابراهيم، تعال يا ابراهيم، انا هخرج انا. انت بتعرفش امثال مصريه؟ بمثلها هو انت بالتمثيل. احنا اللي هنمثلك مش تعرف امثال، انت مصريه. انا ما اعرفش امثال مصريه. تعال يا رب. انا تعبت، اطلع بره. عقله فين؟ قول له اطلع بره. عقله فين؟ انت فلاح، انت اللي بتعرف الامثال المصريه. يعني انت لو مثلت ثلاث ايام ما راح اعرف اجاوبك. ما هو ده اللي انا بقوله. ده مجنون، اطلع بره. هو اللي مجنون يا ابني. انا لو مثلت مصري مش هتفهم يا ابني. يلا زكريا، يلا 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 يا باشا، يلا. احنا عندنا اكلك. انت بص مزاجنجي، انا عايز اقعد. احنا بنقعد جنب بعض من ده. انت فاهمني؟ قول عقلك فين. طيب ده سهل. ايه المثل ليكم؟ هو بره صح؟ اه. عقلك في راسك تعرف خلاص. كيف نمثل؟ ارجع بس ارجع. اتفضل ادي واحد ثاني. لا لا فهمني فهمني. طب عقلك في راسك. العقل بفكر. يا عم اسمع مني، هات يلا. لا 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 لا. دخل مجنون عشان نكشف عليه. فهمني. دخل مريض. دخل مريض. عقلك في راسك يعني. هو مثل. ابراهيم. يلا ابراهيم. تعال. فهمني قول. دين امي دين امي. تعال ابراهيم. دين امي دين امي. دين امي دين امي. تعال. انا جيت انا جيت انا جيت. تعال. جيت؟ يلا عشان تستحمى وتنام. يلا ايه ده؟ الا انا جيت. اقعد اقعد. تعال. يلا ابراهيم. امثل هنا ولا هنا؟ لا انت مش هتمثل، انت في ايه؟ لا لا انا عادي. مايم هوا هم هيمثلوا مثلا وانت تقول. شوف. ما ده اللي انا بقوله لك. هم هيمثلوا ابراهيم زي ما انا وانت كنا. انا طلعت. صلي بينا على النبي. انت طلعت. صلي بينا عليه الصلاه والسلام. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. صلي على النبي. صلي على النبي. طب نجلس ونصلي على النبي. صلي على السلام. يلا بابا. تايم. انا قلت لهم مثلا هيمثلوا، حضرتك هتقول. عرفت بقى انا كنت بقول لك اخرج انا ليه؟ هو كان بيقول لك اخرج بره عشان الامثال. انا والله تعرف ليش؟ والله هضرب على ضغط. ركز والله. ركز معايا. ركز معايا. ركز معايا. ايوه العقل السليم في الجسم السليم. ها العقل بدون صوت. في صوت مفيش ببقك متحرك. بص زكريا معايا 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 ابراهيم معايا ابراهيم. ايه ترى هذا ما راح ينفعك. انا معاك بالله. ايه صح يا ابراهيم. شوف لحظه موسوس. انت موسوس يعني انا مش فاهم. انت مش فاهم. انت موسوس. عايز بني ادم جديد ولا انا عارف. النص دقيقه. العقل عقلي في راسي اعرف خلاصي. الله شفت يا ولا؟ شفت يا ولا؟ تعالوا ماله ماله. لا 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 مش طيب. لما اخرج بره سمير. تعال سمير ويا سمير يا خير الاصدقاء حبيبي في غابه الخضراء. مين اللي دفك؟ فش حاجه. انا فش حاجه. سكي حته. مين اللي دفك؟ فككيني. نسيب والله نسيب. ها نقول له ايه؟ بالله ايش رايك في الشرح؟ والله ما شاء الله يا جماعه. اقعدوا اقعدوا. صلى الله على سيدنا. صلى الله عليه وسلم. شوف سهله. عرفت انها سهله اهي. انا كنت انا كنت شايل هم الثاني. خلاص ما خلاص والله ما في حاجه. ما فيش حاجه بالله. ما في حاجه. ناس بتمثل. شفت سهله زيك وين؟ على الجدار. عارف المثل ده؟ عارفه. كويس مثلا من الربشه ورطنا هذا. لا مش ورطنا. رفع ضغطي في الاخر. خلصت التركيز. انت فاهم. استنى استنى عشان الناس زمان. يا باشا يلا خلاص. انا نقيب يا ابراهيم. عايز ايه مننا؟ مستسمس معانا في ديستورشن في البيوت دلوقتي. خصوم مين علينا؟ يلا يا رز قول قول المثل للجمهور. الخنفسة شافت ولادها على الحيط. قالت لؤلؤ معشوقي. الخنفساء شافت ولادها على الحيط. قالت لؤلؤ معقول في خيط. لؤلؤ معقول في خيط. هذا مستحيل يجي. نفس القرد في عين أم غزال. الله نفسه. يلا يا سمير. في قرد عن قرد يفرق. الله قهرني غزي. سمير. والله باله. يا عم مثل. انت مثلت ايه؟ ما في. شوف اعطيك شيء. جبتوا المثل. جبتوا المثل. تعال يا احمد سمير. يلا لا لا مش دي. وقف 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 وقف. يلا وقف وقف. يلا يا هاني اقف جنب غز. حاجه صغيره. رش الفليت مطرح ما رجلك تحط. ده جايبه منين ده؟ من عندي. ده جايبه من عندي. من عندك منين؟ من جايبه معايا. ابقى نضف المكان ده عشان بيرمي حاجات ولا دبانه. لا هو يستاهل. صرصار يستاهل احسن. والله العظيم ما بستاهل. طيب يلا خليك معانا. الكلمه الثانيه. الكلمه الثانيه خلاص. حلو. صرصار. لا دبانه اهو. عقرب نحله. هاني طلع طبيعي. هو ما يمثل انه مش فاهم. طلع طبيعي. ايوه خنفسه. ايوه خنفسه. العين ما تعلاش عن الحاجب. اه الخنفسه ايه؟
الخنفسه شايفاني؟ ايوه انت واحد من الخنفسه. ما انا مش عاقل والله ما فاهم. ما احنا مع بعض اهو. خنفسانا الخنفسه ايه؟ الخنفسه شافت؟ ايوه جدع. شافت عيالها؟ جدع. الخنفسه شافت العنوان. اللي جه فين اللي؟ عيالها صح؟ عيالها صح. الخنفسه شافت عيالها. الخنفسه شافت صغرها. صغرها ماشي 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 ده بالفصحى. صغرها عند الكبر. الخنفسه الخنفسه شافت ايه؟ غزي ومجنون ولا صح يا اخي انت ماشي صح. الخنفسه شافت ايوه ولادها. ولادها او عيالها عادي او عيالها. الخنفسه شافت عيالها اتخضت عيطت مش لزقت على الحيط. ايوه ايه بقى الخنفسه ماشيه على الحيط. الخنفسه شافت ولادها. شافت ولادها على الحيط. لا الخنفسه شافت ولادها ماشيين على الحيط. ماشي اتكلمته. قالت لهم انتوا فين؟ ما انتوا ليه اللي مشاكوا على الحيط؟ بص خلاص هنكمل في الحلقه القادمه. خير المثل اللي اخترته هذا. انت ايش المثل اللي اخترته؟ ده مثل ده ولا عنوان؟ الخنفسه شافت عيالها ماشيين على الحيط قالت عقد معقود في خيط. والله ما لنا دعوه. خلاص يا هادي خلاص. الهاشتاج والله موده بتقول كذا والله معاد بتقول اللي بيجروا دول مجانين والله. طبعا زي احنا الله عندنا الله بيقولوا غادي تقول كذا والله يوسف يجول الله ما عاد تقول ضي تصوت لل الحمد لله. بيب 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 عدي 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 ايه عدي ده ما فيش الا انا. يلا يا جماعه بسم الله بيب توت توت اترز غنتو توت توت اللي ننتو توت توت. ايوه حاجه حلوه. ايوه البونبوني جميل. ايوه اي فوز دو اي لوز. البونبوني الحلو. السلام عليكم. السلام عليكم. اي فوز دو اي لوز. دي فقره لما اولاد اختك يقول كل بيت ويجروا في البيت وانت عايز تمسكه لما بنطفش. جوز فين؟ خنفسه شافت عيال. ده انا عمري ما سمعته والله. خنفسه شافت ولادها على الحيط. والله عمري ما سمعته. قالت لهم لولو. لا غلط مش عارف ايه ده كل ده خيط. يلا بسرعه يلا ذكرها بره. قالت لولو معقود في خيط. دي قصه حياتك. انا مالي. يلا نبدا نشد. ما تعرفوش والله. والله ما اعرفه يا اخي. كان في مثل العلم في الكراس في الراس مش في الكراس. لا ده سهل. ده مش سهل. سهل نجح الفقره. نجح كل بالله. قليل البخت يلاقي العظم في الكرشه. تمام سلام. قليل ايش؟ قليل البخت يلاقي لا قليل الحظ. قليل البخت يلاقي العظم في الكرشه. الجواب ده فيه. تمام المصارين. يلا خلاص. لا 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 لحظه لحظه. عارف بعد خلاص. يلا خلاص عارف بعد المثل. بخيل البخت. تمام يا بخيل البخت. البخت لحظه. ايه بخيل البخت؟ انت كيف تحتمثلها؟ قليل البخت. قليل البخت. يلا مثلها لي. يلاقي العظم في الكرشه. قليل الكرشه ما بقاش فيها عظم خالص. الكرشه. فاللي يعاني بخته قليله وحتى الكرشه فيها عظمه. سؤال. هنضبطها بعدين. انتوا تعاقبوني ولا مثال؟ يلا بكلم يلا. نديه نديه نديه. ده مثل عندنا بيتقال في. يلا نديه نديه. سمير. تعالى سمير. سمير. يلا مع بعض. واحد زكريا. 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 واحد اثنين ثلاثة. زكريا. اطلع عشان تستحمى وتنام. حسيت ان انا مامته. زكريا مكانك يا زكر. مكانك يا زكر. على زكر. زكريا الدنيا ما تجي. بسم الله. يلا دولة. يلا توكل على الله. يلا بسم الله. هنبدا يلا. الكلمه الاولى لا 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 ما فيش بقك ما يتحرك. قطعه. الحجم. قله. اوكي. قليل. قليل. اوكي. ده منحوس. منحوس. حظ. حظه. اوكي قليل حظه. بالله انت تداوم ولا معانا؟ لا معانا معانا معانا. كم لا لا قليل حظه. كيف عرف حظه؟ بطن. كيف عرف حظه؟ كيف عرف حظه؟ حظه حظه حظه. علي قام قلت له بخته. قال نحس. قال لا. فقلت له ايوه داوم. قليل 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 حظه بطن. قليل حظه بطنه. ايوه بطنه حاشو.
لحية كرش فوسي قليل البختي لاقي العظم في الكرش. مصدقين نحن مصدقين نحن مصدقين لا لا نحن مصدقين مش عادل طبعا تصدق. طيب يلا يلا عندنا المثال تعال بس بقى البرازيل بس بقى بس بقى بص بص خنافس بص لا انا بعطي المثال دقيقه شوي شوي بص 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 اطلع بره يا هان لا لا خد خد لا ايه دام يا سلام عليك يا اضودي اضودي جاب مثل خالد لا صلاة جلت على طول ما ننقروا ثلاثة يقول بقى يا روحي بالله ده برضو ايه برضو انا داري يا واخد القرد بص يا جماعة المثل يقول يا واخد القرد على ماله يروح المال ويبقى القرد على حاله. انت هتعمل المال ولا الجواب ما تمام يلا 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 انت واخد على القرود المره اللي فاتت خلاص 1 2 3 عند لا لا انا بس يا ام القرد 1 2 3 عند على 1 2 3 يا هاني يلا انت الواجب هنوشة يا هاني يا فكر يا هاني نعم هنو 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 ما كان في هادو يلا هنو هنو بص يا هاني واحده واحده تعالى يا جماعه بس يا جدع داش بالقرد يوه. لا يلا يلا بسم الله 5 4 3 2 اكسيون هذا كل القرود اللي يعرفه محمد سمير كله مصفقه سحب منديل طلع منديل مرحة. طلع منديل ما تتكلمش لحظه شوي حتتكلم وانا ما صح خلوني اركز هي ام القرد كده سحب المنديل سحب المنديل اعمله لك لا بص اعمله لك كاملا وبعد كده لا حد يتكلم هاني اسحب هاني بص لي بص لي الراتب ها الراتب حلو النقطه خلص خلاط ها انت حرق ايش هذا خلاط فلوس ابدنا فلوس ابدنا فلوس ف طق طق قرد عنده قرب حلو قرد قرد قلنا قرد عين ام غزال قرد فلاح قرد ثاني طيب القرد شاف اولاده على الحيط ما حكيت شافوا ايه حكيت ما تيجي نعمله مع بعض ها طيب القرد زوجة القرد مرات القرد اشرح معاهم نزل الراتب ذكريات عندكم اشرح معاهم النقطة في جواز القرد والقردة زي ال هاني هاني بص بص هاني بص هاني يا ما انت كريم يا رب تعال تعال بص بص الكلمة الأولى يا رب ها يا رب نص يا حلو يا ساحب يا حط الجوال يا بصلي ايوه انت بصلي بصلي معك الجوال بصلي بص بص ها سحبت الجوال انا عملت ايه دلوقتي بص واخد الجوال لا لا ايوه ايوه حلو واخد يا رب ما فيش احنا قلنا يا واخد نص طيب نص طيب نص يا واخد يا نص ايوه ايوه يا واخد يا نص لا لا ما فيش نص يا واخد يا واخد يا واخد لعبة تصلح هاني هاني فاهم بس يا واخد القرد من لغليغه من لغليغه يا واخد القرد غصبا عنه هذا انسان حلو كده يا واخد القرد يا القرد يا واخد القرد وضربه يا واخد القرد يا واخد القرد ومرجع الجوال انت بتشرح ايه انت انت عارف المثل لا والله يا راجل والله اول مره اسمع بهذا المثل طب تركز معايا عجبتني هاني خلاك طيب طب انت وصلت للحلقه يا واخد القرد ايوه على ماله ايوه ها يروح ذا يروح المال ويبع القرد على حاله ايوه هو ده يلا هاتوا والله عارف المثل والله العظيم انت عارف المثل طيب احنا نبدا على حالنا ايه يا جماعه ما لناش علاقة احنا قاعدين مع بعض نسوي لك يا والله خل جيب جيب اقول لك بعد البرنامج ايه ايه الله يا اخي يا بسيم ترا ترا تت تيم تين 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 بتشتغلنا مثل جميل جدا ايه لا لا مو شرط يا
حرب الكور طب تلعب بالثلاثه قوي 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 لا لا والله توجع توجع قوي 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 توجع لا اللي مسكها اللي مسكها لا اعرف يمسكها ايه ما بنضربش